ما عرفتش فين شفتك محمد. شفتك بزاف انت ما شفتك وحيلة هو المغرب ولا تلاقيتك في الطيارة. هيا وصباح الخير عليكم فاميليا. عيني صبحو مبلزين، عيني صبحو منفخين يا اخي، ما عرفتش علاش. واش زعما بالنعاس؟ سبع ايام وانا ناعس اخي، مين جيت من المغرب وانا ناعس؟ قال لك ممنوع تخرج، بقيت عارف الدار ناعس ناعس ناعس. احمرنا تخمرنا بالنعاس. صباح الخير عليكم ونتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بيان. انا بيان انا بيان انا بيان. غنمشيو للعمل دابا، غادي نمشيو الليل ان شاء الله، نضربوا واحد الشابيتو ديال الصباغه ديال التصبياط. عيني منفخين بزاف، ما عرفتش علاش اصاحبي. زعما بانت فيا سبع ايام وانا ناعس. زعما الدوله بغات هاي داخل، قال لك اللي جا من المغرب ولا اللي جا من شي دوله افريقيه ضروري خصو يبقى في الدار اخي سبع ايام، وانا بقيت سبع ايام حتى خمرت. دابا عاد عندي الحق نخرج دابا ونشعل التليفون في الزنقه، اما انا كنت كنمشي عا مخبع اخي، كنخرج بالحق كنخرج مخبع. بوانو عادي نمشيو للسنترال ستاسيون دابا باش نشبروا الطرين ان شاء الله. انا عند محمد مرحبا بكم معنا في السنترال ستاسيون. الخاوة ديالي هاد كمامة عندي عرفش. الترين ديالي فين هو دابا؟ الترين ديالي اختي فين هو الترين ديالي؟ الترين ديالي والله العظيم الا كتخلي عليا هاد كمامة. مرحبا بكم مع عمر الطنجاوي في الليل. خصنا نشوفو الجي بي اس دابا في عادي نمشي. جاني الضحك، عرفتوش علاش جاني الضحك؟ صاحبي محمد قال لي عاد تخرج من الستاسيون، قال لي 5 دقائق غتوصل باش ما يجيش بورايا، قال لي 5 دقائق. دابا ملي عملت العلوة جبت كيلومتر ونص، يعني ربع ساعة ديال الطريق. هاني يا محمد اخي ماشي مشكل. مرحبا بكم مع عمر الطنجاوي في الليل. طبيعة الحال كتعرفوا هاد البلاصة هادي حيت جيت ليلة وجيت ليلة وجيت ليلة، ودابا غادي نمشيو ليلة. دابا غادي نتحركوا ان شاء الله حيت محمد كيتسنانا تمايا بالماتريال. غنمشيو نصبغو، انا موحش في الخدمة، مي جيت ما خدمت اخي، سبع ايام وانا مريض في الدار. امرض سمرض جاب لي الله، جاتني كورونا، امرض كتفهم الروح، ما كنقدرش نتمشى وما كنقدرش نجلس، سبع ايام وانا مريض اخي. الله شفاني الحمد لله، دابا عاد رجعت بخير وعلى خير، حق باقي ما كنشمش. لا كنشم كنشم، شنو كنشم؟ كنشم من الهواء. يلا نتحرك. يا لطيف حيتاش غنمشيو دابا؟ غادي نمشيو هيدا، غنبقاو عام 20 كيلومتر ونص. قال لك 5 دقائق، هاني يا اخي محمد. عمد كذب عليا يا اخي، قال لي 5 دقائق بلا ما يجي مورا، قال لي باش نساليو دغيا. هانية يا لطيف. لقد وصلنا للدويره اللي غادي نخدموا فيها دابا، ضربت ساعه ديال الخدمه الخاطئه كيسامي يدير جا ابيض في ابيض. هذه الدويره محمد فيلا محمد، هذيك غزاله ما شاء الله. وكيفاش كتفتح هذا الباب؟ السوار عنده مول الدار عنده السر. الله يا محمد فين هرست يا خا نعاونوه. تبارك الله دويره حمقى عندك يا محمد. قبلوا علينا وصافي. الله يا خي ديالي تبارك الله. هنا كتكون جالس اخي بويس، راه هو ما شاء الله ما شاء الله. الله يلا سينا هو اللي عايش اخي، هو اللي عايش اخي، احنا ما عايشينش. اه يا محمد خصني نعاونوك. يا لطيف
غادي نطلعوا دابا نكملوا غادي نطلعوا دابا نكملوا البيس ديالنا حتى شدينا فيه انا ومحمد. محمد تقريبا ضرب كل شيء، ضرب هنايا وضرب الفوقي، والفوقي باقي لنا جوج ديال البيوس ان شاء الله غادي نطلعوا ونكملوا. نعاود الكاميرا لاننا سوف نتكلم في امر مهم جدا. بزاف ديال الناس خصهم يعرفوا عمر كيفاش شبر الاوراق. انا ما اقدرش ندخل معكم في التفاصيل كامله كيفاش شبرت الاوراق، ولكن الطريقه باش تشبر بها الاوراق في بلجيكا كاينين جوج طرق. الطريقه الاولى اللي هي الزواج، والطريقه الثانيه يكون شي واحد من العائله ديالك عنده الاصل ديالو فحال ديالك، بالحق تكون عنده الجنسيه ديال هولندا او لا ديال فرنسا او لا ايطاليا، ويكون مقيم في بلجيكا. يعني كاينين بزاف ديال الناس عندهم جنسيات ديال بلدان اخرين وعايشين في بلجيكا ومستقرين في بلجيكا وكيخدموا في بلجيكا. هذا السيد هذا اللي كان في بلجيكا وخدام في بلجيكا وجا عمل لك شهاده السكنه وسكنتي معاه وعنده دلائل باللي هو كان كيصرف عليك ملي كنتي مثلا في المغرب او لا كنتي في شي دوله اخرى، يعني عنده الريسيبوس ديال الخلاص باللي هو كان كيسرد لك واحد المقدار ديال الفلوس في الشهر يقدر يدفع لك الاوراق. هاد الطريقه هي اللي عملت انا وما خصنيش ندخل في التفاصيل ديالها. هذه هي الطريقه باش شبرت بها الاوراق انا هنايا في بلجيكا. يعني شي واحد واخا ماشي يكون واخا ما يكونش مثلا من العائله ديالك، يكون غير الاصل ديالو فحال الاصل ديالك، يعمل لك شهاده السكنه معاه فحال اللي زعما راك انت ساكن معاه، وفعلا كيجي بوليسي للدار وكيشوفك واش ساكن معاه. اللي بغى يدفع له ورق بهذه الطريقه هذه يمشي لاكومين اوف لاكومين عادي يقولوا له كل شيء، يعني يقولوا لك شمن ورق كخصك تجيب وشنو هما المراحل اللي عزقوز منهم باش تشبر هاد الاوراق هادو، وان شاء الله يكون خير. يعني هادو جوج طرق اللي كاينين في بلجيكا. الطريقه الاولى هي الزواج، والطريقه الثانيه هي هذه اللي قلتها لكم. ما كايناش شي طريقه، واخا بزاف ديال الناس قالوا لي بلي انا دافع بكونترا الخدمه، ما كايناش شي حاجه اسمها كونترا ديال الخدمه هنايا في بلجيكا. بلجيكا معروفه الاوراق فيها غير بالزواج او لا انسى الاوراق ديالك او لا يكون عندك شي واحد من العائله خدام وساكن هنايا بجنسيه اخرى. هادشي اللي كاين هيدا باش شبرت الوريقه ديالي انا ان شاء الله وصافي. هادشي اللي كاين دابا غادي نكملوا ان شاء الله الخدمه ديالنا اولا نكملوا الدكه ديالنا. شوف حنا نخدموا دابا كتفهم، تعطلنا دابا خصنا نخدموا باش نساليو بالخير. مو محمد الدار عندك حمقى اخي محمد. الله يرحمه. الله يرزقني. ها الله يرحمه. هذا الله يكون بيد العوام. العوامي شو على بيت عنده اخي؟ العوامي عنده في بيت حماق اخي. اي والله هاد البيت هذا ديال من؟ هادشي كامل غيمشي غيطيح ويتسير. غتعاود كل شيء. هادشي كامل غيتعاود، غتجيب باب هنايا. باب هنايا. وتجيب باب الدجاج هنايا. باب الدجاج. يا الله. خرجونا هنا. هنا تربي الحمام. هنا تربي الحمام. تكون باب اصاحبي شمال. باب. جيب الدجاج كتخرج لنا هنا يكونوا فوطوز. غادي نشوفوا شنو عندك هنا. البيت ديالنا ما شاء الله ما شاء الله. خاصنا نصبوا. تا خصو يتصبح. بلاتي 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 بالحق بلاتي بالحق عندك جبد لي على يدي. اعمل هيدا وهني راسك. شنو هذا؟ بويز ديالي. لا لا طلع شوف فوق. شنو كاين الفوق؟ أطلع ما تخافش يا صاحبي. واش انا كنخاف الخاوة؟ البيوت يا شوف يا شايف لا والو صافي. شايف؟ اطلع 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 نجيبوا له شي حاجة نقسموها بحال بالله. يا لطيف هادي فكرة مزيونة خمت هاد المرا عملت هادشي هذا حيتاش اغلبيه ما كيستافدوش من هذه فهمت. ما شاء الله ما شاء الله داكشي واعر. دابا كيفاش عنزل اخي محمد بقى. اجي الدروج اجي الدروج هنايا يا دابا انا كيفاش عنزل لا زعما تحلف لي انا كيفاش نزل نقص الميزان والله تنقص الخاو سينا باقي ما لا تعرفنيش بلا ما تعمل الدروج السلوم الخاو ولقد انتهينا. شوفوا كيفاش رجعنا الفيلا ديال محمد رجعت جديده اخاها كتفهم محمد تبارك الله عليك اخا معلمه معلمه اخا. ايوا دابا هاد الزبل هذا نهبطوه في الطوموبيل. نعم زيد اخا مشيتي للغرسه شوفوا يجيبوا شي حاجه نجمعوا بها. نجمعوا الغرسه اوكي مين
كخصنا دابا نسكسفو على الغرس الصبيات السالين هاد الصبيات ارخيا 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 اصرخيا بغات شي تجول لا اوكي اوكي بسم الله اش كطيح اخي اي والله فيلا محمد غزاله ما شاء الله خصنا نجمعوا دابا هذا الشيء هذا كامل خصنا نجمعوه غنشوفوا غنشوفوا الماتريال واش كاين في هاد لاكاسيتا تبارك الله كاين ماتريال بزاف كما كتشوفوا معنا في هذه في هذه الكاسيتا الجميله كاين والو ما كاين والو اخي محمد ولقد وصلت الساعة باش نمشيو بحالنا شحال خدمنا 4 ساعات تبارك الله يعني 4 ساعات رجعنا ديك الشيء جديد يا سالم كتفاه انا واعر انا واعر في التصبيط اي او او انا واعر انا واعر في التصبيط غادي نمشيو بحالنا دابا ان شاء الله نمشيو بحالنا للدار حيت دابا 6 العشية كلشي كيكون في الدار خصنا نمشيو بحالنا للدار زعما مادام الناس دخلوا بحالنا للدار زعما خصنا ندخلوا للدار لان بحالنا خي مهمة مشينا خوار كصادورتي العزيزة الشتاء وطاحت والله إلا الشا وباقي كطيح يا أخي الله يرحمنا أخي ديالي طنجة فيها الشا وبلجيكا فيها الشا حنا كنتفزقوا هنا يا أخي ديالي دابا غادي نشبر الطريق ديالنا إن شاء الله ما عرفناش في عاد يمشي واش عمشيو للدار ولا عمشيو عند محمد نجلسوا معاه شي حاجه نشوفوا العوامي شحال مشوا اخي العوامي توحشنا العوامي اخي ولا محمد ما تكونش ثقيل اخي ديالي كون شغلك خفيف انا خدام اخي ديالي انا الخد قال لي انت يا خدام ما تهضرش معايا زعما هو الباترون زعما هو اللي شبر تشابيتو زعما ماشي مشكل انا ما عرفتش في شايفك اخي محمد ما كنتيش في المغرب هذه واحد السيمانه بحال اللي شفت محمد في المغرب ما عرفتش فين شايفو اخي يمكن شباتو شي واحد في المغرب اخي دي رجعت كامل مطبوع اخي صباغ انا بيط انا مرحبا بكم معنا في لير مدينه جميله جدا هذا الواد ديال عمراويتان برنا الطريق ديالنا نمشيو في حنان اونفيرس ماشي زافنتم ما عرفتش فين شفتك محمد شفتك زافنتم شفتك واقيلا هو المغرب ولا تلاقيتك في الطياره ما لقيتش شفتو على الجو الشتا تبارك الله الله يرحمنا تبارك الله الشي والله يرحمنا وصافي يا خيدي مرحبا بكم مع عمر الطنجاوي اخي فين مشيت كنجيب الشتا معايا المغرب جيت بالشتا جيت لنا هنا بالشتا ماشي مش محمد فيا خاوة مرحبا بكم معنا في بير خيم ستاسيون في هاد الشا هادي وفي هاد البرد هذا في هاد الشا وفي هاد البرد هذا جينا ناكلو هنايا شي حاجة نغلقو وصافي اجمل اكلتين في العالم هاد التركي هذا ما شاء الله كيعمل ديك الشيء مانيفيك ديك الشيء واعر بزاف دابا انا غادي ناكل سمحوا لي بزاف حيت شويه فيه الجو ما قدرتش نهضر معكم محمد ما عرفتش فين شايفك الخا مطر مرحبا بك في بلادك اي والله غادي ناكل دابا اشتكت كاميرا ما خصنيش نفزك حيت هاد الكاميرا هادي ما خلص ما جوزت معايا جوزت معايا الشتاء وبرد وديتها معايا للخدمه وديتها معايا البحر دخل فيها الرمله دخل فيها كلشي مرحبا بكم مع عمر الطنجاوي في الحومه ديالو الشتا كطيح عليه لا والو الشتا خاوي قريب دابا نوصل للدار عادي نكون تغدى ماشي غنتغدى غادي نتعشى ايوا ولقد وصلنا الى بويز ديالي اللي كنتوحشو كل ما كنغيب عليه كنتوحشو ما عرفتش علاش ما عرفتش شنو جمعني فيه جمعني النعاس اللي كنعس فيه اخي ديالي يا لطيف بوينو فاميلي انا دابا غادي نخليكم غادي نمشي نبقاش على الخدمه دابا انا كنت خدام ودابا غنشعل البيسي غادي نبقاش على الخدمه كما كتعرفوا دابا انا كنبقاش على شي خدمه
بالواجبات ديالي بكل شيء ديالي. الخدمه اللي خدمت اليوم غير هيدا والسلام، يعني تشابيتو كان عندي بشحال هادي عضربنا اليوم وبزاف ديال تشابيتو عندي باقي ما ضربتهمش، ولكن احسن خصني نجبر الخدمه يعني مع موالي المكان مع اصحاب الارض، حيت واحد الخدمه هيدا يعني مجبد عام عامين 3 سنين ديال الخدمه وان شاء الله حتى 10 سنين ديال الخدمه شحال ما كان. اي والله ايوا هادشي اللي عطى الله ان شاء الله غادي نجبروها وغنحققوا داكشي اللي بغيناه، والله يسهل على اي واحد منكم حتى هو اللي بال ديالو شي حاجه ان شاء الله يا ربي يحققها له. وهادشي اللي كاين بوينو فاميليا، انا سوف اذهب، اديوس.